Hello everyone, how are you? This is our live YouTube channel and this is teacher Minar. Today we will start with unit number 4. So welcome everyone and let's start today with a goodbye. طبعا هي مش goodbye يا تاسع يعني مش انه goodbye bye يعني لا a goodbye يعني شراء جيد يعني زي صفقة شراء جيدة تمام؟ طيب خلينا نبلش مع بعض اذا في المعاني هون طبعا كل الاقسام الرئيسيه الموجوده في هذه الوحده so this is just an introduction في هذه المقدمه رح نتعرف عن هذه الوحده شو مكوناتها what does it contain it has some vocabulary فيها شويه مفردات food and drink كل المفردات اللي بتتعلق بالاكل والشرب shopping بالتسوق clothes بالملابس هم بقول لنا see the word list on page 75 يعني شوفوا الكلمات اللي داخلة معاكم الجديدة اللي بتاخدوها بهذه الوحدة في صفحة 75 ونحن أوريدي عملنا فيديو كامل عن بعنوان يعني عنوان ومعاني الوحدة الرابعة في كتاب الطالب الصف التاسع اللغة الإنجليزية فبتقدر تلاقوا رقم الصفحة page 75 رح تلاقوها بالفيديو وهلا نحن يعني رح نعمل لو بشكل سريع ملخص لأهم الكلمات الموجودة. In this unit we will study comparison of adjectives, quantifiers, articles with singular countable nouns, use of English, page 85. يعني بالنسبة للقواعد يا تاسع رح ندرس مقارنة الصفات ورح ندرس الكوانتيفايرز اللي هي الكلمات المستخدمة في تحديد الكمية يعني زي a little, a few, some, many, much رح ندرس articles اللي هي الأدوات a and the بس بالنسبة لاستخدام singular countable nouns اللي هي الأسماء المعدودة المفردة هون أكيد الجزء اللي دائما ندرسه use of English صفحة 85 listening رح نركز فيه على ال understanding a radio program about shopping for second hand clothes يعني رح نفهم برنامج راديو إذاعي حول التسوق لا second hand clothes اللي هي الملابس اللي بتكون غير مستخدمة يعني غير جديدة بتكون مستخدمة تمام طيب خلينا نشوف بالنسبة للسبيكينج رح نركز فيه على الأوبينيونز اللي هي الآراء رأيك أنت شو رأيك الريدينج رح نحكي فيه عن understanding a text about being a mystery shopper إذا بدنا نفهم نص معين حول أنه كيف تكون أنت متسوق هلا المستري شوبر يا تاسع هو عبارة عن الشخص اللي بيجي كيف إحنا بنسميه إحنا يعني بيكون مخفي يعني هذا الشوبر بيجيك مشتري بيعمل حاله انه هو مشتري بس هو مش مشتري ما بيكون مشتري حقيقي هو بيكون زي كيف المفتش بده يجي من طرف معين من وزارة معينة بتهتم برضا المستهلك شو رضا الزبائن كيف رضاهم فانه بيجي بيعمل حاله انه هو شوبر انه هو مشتري عادي فانت بتيجي بتعطيه عملية او بتصير بيناتكم عملية شراء فانت بتشوف هل انت كمشتري عادي حصلت يعني على الساتسفاكشن تبعك هل حصلت على رضاك بشكل ممتاز يعني تمت عملية الشراء بشكل ممتاز بعد ما اشتريتها مثلا هل في صار نحن بنسميها نحن خدمة ما بعد الشراء هل هي موجودة ولا لا فإنه ميستري شوبر ما بيكون عن جد شوبر عادي زي أي شخص عادي متسوق عادي لا بيكون تابع لوزارة معينة بيجي بخبرهم هيك هيك تمت عملية الشراء والله ضحك علي والله نصب علي كانوا عملوا خدمة منيحة ما بعد البيع أو ما عملوش خدمة منيحة يعني هيك بيكون يعني انه مخفي تابع لهم زي المفتش الرايتنج في الكتابه رح ندرس a formal letter of complaint اشتريت مثلا شغله معين لانه كل موضوعنا اليوم رح يكون على الشراء في هذه الوحده فانه انت خلينا نفترض انه اشتريت غساله بعدين ما عجبتك صار في مشكله فيها دغري خربت او دغري طلعت اصوات او الغسيل طلع عندك مش نظيف او طلع في مشكله معينه يعني فانت بدك تعمل خطاب رسالة ترسلها للشركة التي صنعت هذه الغسالة أو مثلا للشركة اللي باعتك هاي الغسالة على أساس أنها غسالة ممتازة جدا جدا وضمن مواصفات معينة فأنت بدك تعمل complaint يعني شكوى
A formal letter of complaint خطاب رسمي أو رسالة رسمية تبعتها بموضوع الشكوى هاي. طبعا أكيد شكوى لأنه ناس هدول يعني ما بتعتبر رسالة شخصية، رسالة رسمية. Viewing and presenting في عملية الرؤية، يعني إنه أنت كيف تشاهد، وعملية أنك تقدم المعلومة، هاي مهارة جديدة صارت غير الـ listening والـ speaking والأشياء هاي. رح نركز على الشوكلت، على breakfast، shopping، shops، second hand shops، clothes، buying online and adverts. الشوكولاتة البريكفاست الفطور رح نركز عليه، الشوبينج كيف تتم عملية الشراء، shops المحلات، second hand shops اللي هي المحلات المستعملة زي محلات الأنتيكة وما إلى ذلك، ومحلات التصفية يعني كلها اللي بتكون بضاعتها قديمة مش جديدة زي البالة يعني. clothes الملابس، buying online إنه التسوق أو لا الشراء online عبر الإنترنت. هلا الادفيرتس اللي هي المقصود فيها الإعلانات. lesson 1a خلينا نبلش، بس قبل ما نبلش خلينا أعطيكم لمحة لو بسيطة، يا ريت ترجعوا مرة تانية للفيديو اللي حكيت لكم عنه معاني الوحدة الرابعة للصف التاسع، وفيه شرحنا كل الوحدة المطلوبة يعني الصفحة كاملة من الشرحها باللفظ الصحيح وبالمعاني الصحيحة. هلا في يونت نمبر 4 أهم الكلمات اللي رح تواجهكم هيهم هون موجودين، إذا حابين تاخدوا سكرين شوت أو إذا حابين أقرأ لكم إياهم بشكل سريع. beans معناها فول، بتر المر الطعم المرار يعني، كريم كريم الكريمة يعني كريمة الطبخ، كرواسونت اللي هي الكواسون اللي هي الخبز الفرنسي، كرانشي بيكون كيف مقرمش، هاي المقصود بالمقدد يعني المقرمش بس تاكله بتكون بقرمش، كيوكمبر الخيار، delicious لذيذ، disgusting مقزز، وهدول تنتين عكس بعض، دونت هاي كلمة دونت كعكة محلاة كلياتنا بنعرفها، دراي جاف، فيزي لما نحكي عن الفيزي درينكس اللي هي أي إشي مشروبات غازية، فريش طازج، grapes العنب، هارد صعب. هلا هون بالنسبة للكلمات، هارد لما تحكي عن شغل إنه طعمه كتير هارد أو هو ملمس وقاسي بيكون قاسي، مش المقصود فيها صعب إشي صعب، لا هون مقصود فيها قاسي، يعني ممكن إحنا نضبط لكم إياها تمام، وهي حسب موقعها بالجملة لأنه هون كل المعاني والأدجكتيفز تتعلق بال يعني بالأكل. heavy لما يحكي لك إنه كيف طعمه كتير ثقيل يعني بنسميه إحنا، هاي بتعلق بالطعم. honey كلنا بنعرفه العسل، jam المربى، lemon ليمون، light عكس الheavy يعني هو طعمه خفيف كتير، المابل سيرب اللي هو شراب القيقب تمام، نوع من أنواع الشراب، ميلون بطيخ، ميلك شيك كلنا بنعرفه الحليب المخفوق، مايلد برضو خفيف معناها طعمه لما يكون خفيف، مافن كلنا بنعرفها برضو الكعكة زي الدونت، مشروم اللي هي الفطر، أوليف زيتون، بانكيك الفطيرة، بوريج اللي هي العصيدة بتكون طحين ومي وسكر هيك شيء، رول لفافة، سامون اللي هي سمك السالمون طبعا الألة تلفظ سامون، سولت ملح، ساسج سجق، سمود سلس، سوفت برضو لما يكون طعمه ناعم أو ملمسه ناعم مش طعمه ناعم، سبايسي حار. هلأ حكينا عن الفيزي درينكس عكسها اللي هي ستيل، ستيل درينكس يعني العصائر العادية لا فيها غاز ولا هم، عادي عصير عادي، شوغر نعرفها سكر، سويت حلو، ووتر ميلون البطيخ، بارجن اللي هي المساومة تمام، براند نيو علامة تجارية جديدة العلامة التجارية العادية، تشين ستور لما نحن بنحكي عن سلسلة متاجر براند معينة بنسميها تشين ستور، تشينجينج روم اللي غرفة تغيير الملابس، تشيك اوت الدفع، كاستمر العميل، ديبارتمنت ستور متجر متعدد الاقسام عادي يعني ستور عادي شوب تروح تشتري فيه اللي بدك اياه، ديزاينر ليبل اللي هي علامات المصمم، ديسكاونت اللي هي تخفيض لما نحكي عن شغلة انها ملائمة نحكي انها فت، جارانتي يضمن، جاست بيرفكت فور يو مثالية بالنسبة لك، اوردر معناها طلب، برودكت منتج، بيرتشس عملية الشراء، كيو اللي هو الطابور،
ريسيت البي لا تلفظ ريسيت إيصال ريسيف يستلم ريفند استرداد ريتيرن المبلغ العائد ريتيرنز بوليسي سياسة الإرجاع سيرفيس خدمة وشوب أسيستنت مساعد المتجر. شوبينج مول معناها المركز التجاري، بيلت معناها الحزام اللي بنلبسه نحن، بلاوز البلوزة، بريسلت الإسوارة، إيرينجز الأقراط اللي هي الحلق، هاند باك حقيبة اليد، هات القبعة، الكيلت اللي هي التنورة الاسكتلندية اللي بيلبسوها الاسكتلنديون. طيب عنا بيجامز اللي هي المنامة اللي هي بيجامة العادية، يعني باللغة العربية اسمها منامة، رينكوت اللي هي معطف واقي من المطر تلبسه فوق الجاكيت العادي بس عشان يحميك من المطر، سكارف الوشاح السوت البدلة، سويت شيرت القميص أو الكنزة الواسعة، تاي رابطة أو ربطة تاي العادية اللي بيلبسوها الشباب ربطة العنق، تايتس الجوارب الطويلة، والأندروير الملابس الداخلية. طيب نحكي لو لمحة بسيطة بهاي الصفحة شو موجود. lesson number one A vocabulary and grammar. إذا رح ندرس هاي القطعة أنا وياكم هلأ في هذا الفيديو، وحتى هدول رح يكونوا تابعين إلها، لكن عشان نفصلهم نحط كل صفحة لحال، فرح نرد نشرح لكم لو جزء بسيط عنها المرة القادمة لهذا، يعني لهذا الشرح. تمام يعني. إذا هون شو المطلوب؟ بقول لنا in pairs ask and answer the questions. طبعا هون vocabulary and grammar يعني المفردات والقواعد بشكل يعني باثنينات، كل اثنين مع بعض بدهم يشتغلوا في الصف، بدنا نسأل ونجاوب على هذه الأسئلة. أول سؤال مطلوب منا يا تاسع بيقول Do you like chocolate? What's your favorite chocolate bar? إذن هل تحب الشوكولاتة؟ وما هو نوع الشوكولاتة؟ أو مش نوع، شو هو يعني الشوكولاتة chocolate bar ده بنسميها قطع الشوكولاتة بنسميها chocolate bar المفضلة لديك، شو النوع اللي بتحبه؟ خليني أقولكم شو جاوبت أنا، وإنتوا طبعا بتجاوبوا كل واحد زي ما بده يا تاسع. يعني أنا هون قلت yes I do، لهن لأنه هون قال لنا do you like chocolate، هل حبيت chocolate؟ أيها قلت له yes I do. قال له قال لنا كمان سؤال ثاني what's your favorite chocolate bar، شو اللي بتحبه؟ انا for example كتبت مارس، انت شو النوع اللي بتحبه هون بدك تغيره يا تاسع. النوع اللي بدك اياه بتكتبه هون is my favorite chocolate bar. تمام زي هيك، اي نوع ثاني اكتب لنا اياه. السؤال اللي بعديه بقول لنا how much money do you spend on chocolate or other snacks in a typical week. إذن قدي بتصرف مصاري، money مصاري، you spend تنفق على الشوكولاتة، قدي بتشتري أنت بالشوكولاتات إمتى؟ أو سناكات تانية، يعني إذا بتشتري تشيبس، بتشتري مثلا مكسرات، أي إشي سناك أنت بتشتريه، يعني بدك تطلع لي قدي مصروفك in a typical week بشكل أسبوعي عادي، بالأسبوع بأي أسبوع عادي، مش يكون في حفلة أو يكون في سهرة ولا هيك، in a typical week بالعادة يعني خلال سبع أيام احسب لنا قد ايه بتنفق مصاري على أي إشي أنت مكسرات، أي إشي أنت بتحب تشتري شوكليت. فأنا شو كتبت مثلا you can say 5 دينارز أو from 5 to 10 دينارز، يعني عم بصرف 5 دنانير مثلا إذا بدنا نحكي إشي منطقي، يا من 5 إلى 10 دنانير، هو حسب طبعا المناسبات إذا في مناسبة أو ما فيش مناسبة، بس هون كاتب لنا إن typical week يعني عادي في الأسبوع الاعتيادي. Number three بقول لنا Do you ever give chocolate as a gift? If so, on what occasions? يعني عمرك بحياتك تقدم الشوكولاتة، يعني تشتري شوكولاتة كهدية، يعني بدل ما تشتري لك ورد، بدل ما تشتري لك صحون ولا كاسات يا تاسع، هل بتعمل هاي الشغلة بتروح تشتري شوكولاتة كهدية للناس؟ وإذا كان نعم، شو هي المناسبات اللي بتشتري فيها شوكولاتات؟ أنا شو كتبت مثلاً؟ مثال يعني زي هيك ممكن تحكي Yes I do، يعني I do present chocolate as a gift. I give chocolates، هو حكينا on what occasion، يعني شو هي المناسبات، فبدك توضح لنا. ممكن تحكي I give chocolates on birthdays and wedding ceremonies. في ناس بتحب يجيب شوكولاتة
على البيرثدايز يعني على أعياد الميلاد، مش عارف شو بدي أجيب هدية فبجيبها لعيد الميلاد، يعني هدية شوكولاتة. ممكن في ناس بالويدنج سيرمونيز بحفلات الزواج ممكن تجيبها، صح؟ طيب السؤال اللي بعده، look at the cartoons in pairs, say why you think the situation in the second cartoon has changed. يعني هون بقول لنا تفرج لنا على الكارتونز الموجودين، هدول الرسومات اللي هون، هاي الرسمة الأولى بسنة 2013 والرسمة الثانية بال 2022. بقول لنا بس تتفرج على هدول الكارتونز، انت وصديقك تناقشوا احكوا لنا لماذا، say why، لماذا انت تعتقد بانه هذا الموقف اللي هو الموجود في السكند كارتون، يعني هون هذا الموقف قد تغير. يعني احنا لو بدنا نعمل زي ما بيحكوا فرق ما بفرق بين الصورتين، اول شغله بنشوف انه في عندي شاحنه فيها مجموعه كبيره وضخمه جدا من البوكسز اوف تشوكو، تشوكو اللي هي شوكولاته، تمام؟ شوفوا كيف قد ايه كبير كان بسنه 2013، حجم البوكس كتير كبير. But in 2022 في 2022 look at how small the boxes، كتير صغر البوكس، صح؟ حتى جوا هون بتحسوا الاعداد قلت وحجم البوكسي بشكل عام قل. كمان شغله ثانيه تفرجوا عليها، so not only the box we're talking about the man himself، look at the man، تفرجوا على الرجل الموجود برضه، he's so fat in the first cartoon، كتير ناصح الرجل هون، but in the second cartoon he's so slim، كتير نحيف، صح؟ he's not fat، so we will know what about يعني about this. بس هون بقول لنا ليه بتعتقد انه هيك صار، why do you think it changed، فدك توضح لي ليه اختلفت الصورة الثانية عن الصورة الأولى. بنقولهم because the bars أو the chocolate bars are getting smaller and lighter than before. إذا منقول لأنه the chocolate bars اللي هي أو حتى the chocolate boxes، لازم نحكي خلينا نظبط لكم إياها، هذا chocolate، the chocolate boxes are getting smaller، إذا صناديق الشوكولاتات كتير عم تصغر، getting smaller and lighter، lighter يعني أخف than before. طيب هلأ كمان شغلة بدنا نحكيها اللي هي نبلش بهالقطعة هاي، بس before، but before this read the article and say why chocolate bars are shrinking. راح تقرأ هذه المقالة اللي هي هاي وراح تخبرنا لماذا أصبحت الشوكولاتات يعني أصغر، shrinking. هلا shrink مرات لما تفوت الملابس على الغسالة تحكي oh it is it shrank، shrank أو shrinking تقلصت، صغرت، مرات في ملابس بتصغر. Why do you think is that؟ رح يكون الجواب because quality is more important than quantity. People want to be fitter and healthier and companies can earn higher profits if the chocolate bars are smaller. تمام؟ شوفوا كيف لعبة التسويق حلوة بحدتنا اليوم، رح نتعلم كتير شغلات عن التسويق والتريكس اللي بيستخدموها الماركتينج. فهم بقول لك يعني شو الحل أو ليه هيك عم تصغر الأحجام، بنقول لأنه النوعية أهم من الكمية، تمام؟ أو ممكن تبلش من هون because people، من هون بسبب إنه الناس يريدون إنه يصيروا أكثر فتر، أكثر رشاقة وأكثر صحة، بدهم يصيروا الناس healthier. هلأ كلياتنا بنعرف شو هو الأكل الصحي وأكل مش صحي، أوكي؟ فبالتالي بناء على ذلك الكمبانيز اللي هي الشركات ممكن تحصل earn، تكسب أرباح أعلى، profits أعلى، لا الprofits الأرباح higher أعلى. إمتى بتيجي بتاخد الأرباح الأعلى؟ if the chocolate bars are smaller، إذا صغرت أنواع الشوكولاتة، الكميات الشوكولاتة. معقول هالحكي إنه إذا صغرت الكمية ممكن تجيب أرباح أكثر؟ طبعا، لأنه صارت تدرس عقلية الناس، you have to study the mentality of people، okay؟ لازم ندرس عقلية الناس because people are trying to get more fitter أو fitter and to get healthier. كل الناس هلأ أهمها وشاغلها شاغل بالها كيف أنا بدها تمشي، كيف بدها تعمل جيم، كيف بدها تعمل الرياضة،
كيف أنا تأكل حتى الأكل اللي بيكون شوجر فري. دائما متفرج على المنتجات اللي فيها شوجر فري، ما فيها سكر ولا فيها أي إشي بيكون فاتي كتير دهن. فبالتالي عرفت هذه الشركات إنها تعمل أو تلعب لعبتها. طبعا العنوان هي من هون The Incredible Shrinking Chocolate Bar. هذا كله يعني هدول التنتين صفات للشوكولات بار اللي هي لوحة الشوكولاتة. شو ماله؟ Shrinking، يعني عم نحكي عن قصة الشوكولاتات اللي عم تتقلص، وبنفس الوقت Incredible، شيء مش معقول، رائع. فخلينا نشوف. Do you love chocolate؟ هل تحب الشوكولاتة؟ If you do، يعني إذا كنت عن جد بتحب الشوكولاتة، then you know that chocolate bars aren't as big as they used to be. إذا أنت فعلياً بتحب الشوكولاتة، إذن فأنت بتعرف إنه ألواح الشوكولاتة chocolate bars ليست كمثل الحجم الكبير الذي اعتادت أن تكون عليه. يعني إنه it is shrinking، تمام؟ طيب خلينا نشرح شوي ونشوف المقارنات بين 2013 و 2022 حسب هذه المقالة المكتوبة. In 2013, the average chocolate bar weighed 55 grams. In 2022, it was only 45 grams. طبعا هون اشطبوا الدبليو لأنها غلط. إذا بقول لنا في سنة 2013 كانت حجم لوح الشوكولاتة الاعتيادي وزنه 55 جرام، لكن في سنة 2022 أصبحت فقط 45 غرام. منقول هون chocolate bars are smaller and lighter than before. They aren't worse than they used to be, but they aren't better either. And they certainly aren't cheaper. So why is it happening? Here are the most important reasons. إذا بقول لنا إنه ألواح الشوكولاتة أصبحت أصغر وأخف من قبل، هي مش أسوأ، they are not worse، يعني ليست أسوأ مما كانت عليه، used to be مما كانت عليه، لكنها برضو بنفس الوقت مش أحسن، يعني هي مش أسوأ وكمان مش أحسن. خلينا نشوف كيف. وهي هذه الألواح الشوكولاتة بالضبط بالتأكيد certainly بالتأكيد ليست الأرخص. So why is it happening؟ إذن لماذا تحدث هذه العملية؟ ليه هيك عم بصير؟ ليه عم تصغر حجمها؟ هذه أهم الأسباب الموجودة، هي هون الأسباب. خلينا نقرأ هون، بقول لنا الكوكو اللي هي الكاكاو أول سبب. إذا اللي هي كوكو هكذا تلفظ، الأي هاي يعني لا تلفظ بالمرة، كوكو. The quality of cocoa and safe working environments for cocoa farmers is more important. So cocoa production is about quality, not the amount. إذن أول سبب ليه عم بتصير هاي الأشياء، ليه عم تصغر حجم الشوكولاتة بارز أو الألواح الشوكولاتة، بتقول لي هو بسبب الكاكاو. طيب كيف يعني؟ بتقول لي إنه نوعية الكاكاو والبيئات environments، بيئات العمل الآمنة، لازم يكون في بيئة عمل آمنة الخاصة بمين؟ بمزارعي الكاكاو، هي الأهم. أهم يعني نحن أولويتنا إنه تكون بيئة العمل تكون كتير سليمة لهدول المزارعين، ونوعية الكاكاو تكون كتير ممتازة، هذا اللي بهمنا، هاي أولوياتنا. لذلك إنتاج الكاكاو هو يتعلق بالكواليتي، أنا بهتم بالنوعية وليس الأماونت اللي هي الكمية. شغلة ثانية هي شغلة الهيلث اللي هي الصحة. Many people today want to be fitter and healthier. Large chocolate bars have more calories, so they are becoming less popular than smaller bars. إذن بالنسبة للصحة، الكثير من الناس اليوم بحبوا يكونوا فتر، يعني أكثر رشاقة زي ما وضحنا بالبداية، ويكونوا أكثر صحة، فصاروا يهتموا بصحتهم ورشاقتهم كل الناس. فكل ما كانت الألواح تاعت الشوكولاتة أكبر 100% رح يكون فيها كالوريز أكثر، اللي هي سعرات الحرارية الأكثر فيها 100% كل ما زدت الحجم. لذلك they اللي هم مين؟ اللي هم الشوكولات بارز. يعني إذا قال لكم السؤال إنه شو ذي على مين بتعود، بتقول لي على الشوكولات بارز.
هاي الشوكولات بارز بالتالي أصبحت أقل يعني أقل مشهورة من السمولر بارز. يعني صارت الناس بسبب تغير العقلية تحب تروح على الحجم الأصغر أكثر من الحجم الأكبر. يعني هي حابة تشتري وحابة تأكل الناس لكن ما بدها كميات كبيرة. Just smaller amount of calories. تمام، ما بدهم كتير calories. إذا أكلوا أكثر حجم أكثر فأكيد 100% رح يأخذوا calories أكثر. تمام، فإذا علشان هيك صارت الألواح الأكبر أقل شهرة من الأصغر لأنه الأصغر صارت الناس تلجأ لها. And the last but not the least important reason, money. Smaller bars at the same price mean bigger profits from sales. شو يعني؟ عفوا هلا هون بقول لنا لكن الأهم سبب اللي هو نحن نسميها زي أخيرا وليس آخرا هاي last but not least هيك بسموها بالإنجليزي. The last but not the least أخيرا وليس آخرا اللي هو الهدف أو السبب الأكثر أهمية. شو هو؟ اللي هو سبب المصاري. كيف يعني؟ هلا بقول لك تخيلوا إنه الألواح الصغيرة هاي بنفس سعر أو at the same price بنفس السعر يعني نفس تبع الكبيرة بيعني إنه أرباح أكبر من المبيعات. يعني خلص الناس عم تلجأ للأصغر ما بدها الأكبر فبالتالي عم تأخذ مبيعات أكثر من البيع. This situation isn't good enough. It is certainly not the best news for chocolates like me. Let's hope our favorite snack doesn't become too expensive in the future. إذن هم بقول لنا هذا الموقف يعني كل هاي كل اللي شرحناه isn't good enough مش كتير ها منيح. يعني حلو إنه هون صغروا الكمية عشان الناس تستفيد أكثر حتى كمان يصير في أرباح عشان الناس لسه تضلها محافظة على لياقتها. أوكي بس إنه مش كتير يعني هالإشي الموضوع الصح المنيح لأنه هو بالتأكيد ليست الأخبار الأفضل لمحبي الشوكولاتة تشوكوليكس اللي هي محبي أو مدمني الشوكولاتة زيي like me. ليه؟ لأنه نحن بنحكي خلينا نأمل إنه يكون عنا إنه الوجبة اللي نحن بنحبها كتير لا تصبح كتير expensive in the future. يعني هن خايفين أنا بقول لك أوكي صح إحنا بنحب هذه الشوكولات بارز هذه الألواح لكن إحنا خايفين إنه ندفع أكثر فما بدنا تكون تصبح كتير غالية لدرجة إنه ما نقدر نتحمل نشتري تكاليفها أو نتحمل تكاليفها عشان ما نقدر نشتريها. يعني هون خايف إنه هو تزداد الأسعار بس هذه هي. هلا هون إذا طلبتوا منا أعزائنا إنه نحن نصير نقرأ شوي ببطء وإن شاء الله قدر الإمكان رح نعمل هاي الشغلة. وبالنسبة لأسئلة حول القطعة رح نحاول قدر الإمكان. يعني هون في هذه القطعة I can ask you برضو the same question here. Now why people are using why are the chocolate bars shrinking؟ يعني نفس هذا السؤال ورح يكون الجواب نفس الجواب. يعني نفس السؤال إنه ليه chocolate bars عم تصغر حجمها بتقولي نفس الكلام إنه because people want to be fitter and healthier so they decided to buy smaller chocolate bars. تمام. سؤال ثاني ممكن نسألكم مثلا is the cocoa production about quantity is it about quantity؟ شو رح يكون الجواب؟ بتقول لي كوكو production is about quality مش about quantity. كمان ممكن نسأل how does health affected أو affect the production of chocolate bar. يعني كيف الhealth الصحة affect يعني أثرت في chocolate bars. بدك تقول لي because larger chocolate bars have more calories, so they are becoming less popular than smaller bars. And people today want to be fitter and healthier, so they decide to buy smaller chocolate bars. كيف تؤثر الصحة؟ بتقول لنا الكلام إنه لأنه people want to be fitter and healthier. الناس بدها تصير fitter و healthier, so they buy smaller chocolate bars. بس اللي بده يكون رشيق بده يشتري ألواح تكون أصغر. بالنسبة للموني بتقول لي إنه how يعني can you explain me or discuss
How many affects the production of chocolate bars? اشرح لي كيف الماني تؤثر على إنتاج الشوكولات بارز. بتقول لي because smaller bars at the same price mean bigger profits from sales. تمام؟ بس ممكن نحكي مثلا كمان سؤال من هون من أول فقرة بنقول لكم يعني compare the weight of the chocolate. ممكن تحكي لي the average bar weighed 55 in 2013. إذا قال لك سؤال ممكن compare قارن بين هدول الصورتين. بتقول لي the way of the chocolate bar was 55. زمان كان 55. Now it has become 45. صار الآن 45. يعني قل بعشرة غرامات. تمام؟ أوكي نحن بهيك يا حلوين بنكون خلصنا هذه الصفحة. نراكم إن شاء الله في تكمالة الشرح لهذه لهذا الدرس. شكرا لكم أعزائنا وإلى لقاء قريب.